أول شيء من تريدون تختارون الجل المناسب إنه تريدون تغسلون بالمناطق الحساسة، أول شيء ديرون بالكم عليه لازم ويكون كلش مهم تعرفوه هي هذا pH فيات اللي مكتوب هنا. pH فيات يعني هو من هذول كلهم أقدر أقول لكم على 2 بس أنا أعتبرها زينة وجربتها. لكن هسه تضحكون أنتم على هاي المعلومة اللي راح أقول لكم إياها، بدال ما تستخدموها للمناطق الحساسة هذول تقدرون تستخدموها طلعوا أشياء جديدة. هسه راح أقول لكم إياها شنو البديل لهذول، البديل الصحي، البديل اللي بعد مستحيل تقدرون تستغنون عنه. تعالوا شوفكم شنو هو. أكو بعض البنات تصير عندهم حكات، أكو بعض البنات تصير عندهم إحمرار، أكو بعض البنات تصير فطريات، فممكن نبدي أوكي إنه نستخدم هيك أشياء. يعني أريد أشوفكم إنه شلون ما ينزل أي شيء من عندها. وهنا أنا بتجمع المي بدون ما ينزل لي جوا. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون زينين وبصحه وعافيه. اليوم انا هنا أنا بهذا المكان جاي اصور لكم عن اكثر موضوع تجيني اسئله عليه وتريدوني احكي بيه، واللي هو المناطق الحساسه. فاليوم الفيديو مالتنا وموضوعنا عن المناطق الحساسه وعن هاي الغسول بانواعها اللي موجوده، وطبعا همينة عن الاشياء الثانيه، ومثلا همينة اريد احكي لكم عن اهميه او اكثر اضرار ال اولويز احنا نسميها هي هاي ماركه اعرفها، بس انه يعني عن اضرار ال اولويز بحياتنا احنا كبنات وشنو ممكن تسبب لنا من ضرر او لا سمح الله سرطان بعدين بالمناطق الحساسه. ف اللي ما مشترك بالقناة أتمنى يشترك ويفعل الجرس، لا تنسوا لايكاتكم تعليقاتكم الحلوة. أتمنى راح يعجبكم الفيديو، خلونا نبدأ. أول شيء راح أبدي أحكي بيه هي هذولة هاي السوائل أو الأشياء اللي عندنا إياها مادة الغسول، إذا كانت كريمات أو إذا كانت الصابون أو أي شيء صابون الغسول للمناطق الحساسة. هحكي لكم شوية عن أنواعها وأحكي لكم ياهو الزين ياهو المو زين. زو بنات تشوفون كمية السوائل اللي موجودة أو الجل اللي نغسل بالأماكن الحساسة بالجسم. أول شيء راح نبدي به راح أقول لكم أول شيء من تريدون تختارون الجل المناسب أو السائل المناسب إن تريدون تغسلون بالمناطق الحساسة، أول شيء ديرون بالكم عليه لازم ويكون كلش مهم تعرفوه هي هذا pH فيات اللي مكتوب هنا. pH فيات يعني هو هذا الأس الهيدروجيني اللي موجود اللي يقول لك شكد تقريبا الحموضة، يعني الحموضة اللي موجودة بهذا السائل وإذا تناسب أو لا. أنتوا تعرفون إنه الحموضة إلها شيء واحد معتدل، إذا كان pH فيات مالته درجة الحموضة 3.5 هذا يعتبر إنه أوكي زين، فوقاتها ابدا ما انصح به. ليش؟ شوفوا مثلا هذا اس اوكي يعني لا باس به 3.8 شويه صاعد فوق 3.5 بس احسن من هذا 4.2 او 6.8. ودا تشوفون كاتبين متزنفتم دوفت يعني كل هذول بيها عطور رياح، العطور الرياح معناتها اكو شويه كحول، اذا يكون كحول يمس هاي المناطق راح يساعد. وها وانتم مثلا مرتين بالاسبوع او 3 مرات تغسلون المناطق الحساسه راح يتعبها كلش، راح يخليها تصير جافه، ما راح يساعدها انه تصير ملسه، وراح يخليها همينه تسوي بيلينج يعني تقوم شو اسمه البشره مالتكم تتقشر، وهذا الشيء اكيد احنا ما نريده. من هذول كلهم اقدر اقول لكم على 2 بس انا اعتبرها زينه وجربتها اللي هو هذا. هو باعه العطر مالته كلش 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 قليل، يكفي اذا مثلا مره بالاسبوع بس غسلتي بيها المناطق الحساسه، ماكو داعي يوميا تجلفين هذا الشيء مو زين. هذول ابد ما انصح بيها لانه خبن هذا يحرق حرق 6.8 الحموضه مالته، يعني تصوروا شو يسوي. هذا شويه زين هذا ابدا ما انصح به، وهذا هم شويه زين، هذا لا تستخدموه ابدا يعني مو زينه، تتفهمون علي
فهاي اول قاعدة، انه من اهم شيء لازم تشوفون اذا بي عطر قوي كلش او اذا بي مثلا اشقد البيها فيات مات، لان هذا الشيء كلش 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 مهم. بس تعرفون فد شيء، هذولة تقدرون تعرفون شنو تقدرون تستخدموها؟ تقدرون تستخدموها، يمكن هسه تضحكون انتم على هاي المعلومة اللي راح اقول لكم اياها، بدال ما تستخدموها للمناطق الحساسة، هذولة تقدرون تستخدموها تغسلون بها وجهكم. بنات تسوي الوجه همينه يخبل هيجي بيبي هود، شيء كلش حلو هذولة، تقدرون تغسلون وجهكم بها وانه تشيلون الميك اب مالتكم بها. ليش؟ لان بها ملش صايغة. بيها شنو؟ بيها الملش صايغة. الملش صايغة يعني وهذا حامض الحليب، هذا في شيء كلش مهم يخليها للبشرة من بنفس الوقت تصير ناعمة وكلش حلو للوجه. هواية استخدموه وهواية سمعت همينة مو بس أني إنه هذا شيء همينة حلو للبشرة ينعمها، بس للمناطق الحساسة ديروا بالكم من وراء العطر، وخصوصا تعرفون إنه المناطق الحساسة كلش كلش حساسة، ولو واحد ما كان سماها حساسة فما تقدرون تقارنوها ويا البشرة الخارجية. فديروا بالكم شنو تستخدمون للمناطق الحساسة، واكيد همين البشرتكم، بس هذا همين تقدرون تاخذوها للبشرة. اوكي، اتمنى تكون هاي المعلومات يعني يجوز للبعض جديدة او للبعض لا، بس اتمنى انه تكونوا استفادتوا من عندها. هسه جيت هنا اريد بس اقول لكم انه اني براسمان، خاف احد ينسى براسمان. هاي الماركات اشوفتكم يا براسمان، بينما نيفيا وهيج شيء وتسيدي موجوده همينه بغير مكان مو بس براسمان. حبيت بس اذكركم هذا الشيء واقول لكم صحتكم فوق كل شيء. اوكي، ديروا بالكم، يعني اكو اشياء صح شويه تكون غاليه بس مرات ممكن تكون احسن من الرخيصه، بس هاي مو يعني انه كل شيء غالي زين لا. هذولا بتشوفوهن، هذولا كلهم أشياء كيميائية مصنوعة من أشياء كيميائية، ممكن على بعد المدى أو على مثلا قد ما واحد يظل يستخدمها ممكن تأذي المناطق الحساسة مرات. يعني أنا همين قرأت أكثر من مرة إنه من وراء هاي الأشياء وهذول الأولويز وغيرها، أكثر من طبعا 15% من البنات صار عندهم لا سمح الله ذاك المرض، مرض السرطان، او سببت لهم عقم انه ما يقدرون يجيبون اطفال لهاي الدنيا. فايش قاموا الناس تسوي؟ حضروا اشياء سووا لها بديل لهاي الاشياء على مود لا يتاذون، وانه مو يوميا مشترين هيك شيء ب2 يورو او هيك شيء همينه ب2، او مثلا هاي ام الاربعه وهاي، طلعوا اشياء جديده. هسه راح اقول لكم اياها شنو البديل لهذولا، البديل الصحي، البديل اللي بعد مستحيل تقدرون تستغنون عنه. تعالوا اشوفكم شنو هو. طبعا انا متاكده حتجي اسئله يقولوا لي راند من وين اليج هاي باقه ورد الجميله اللي تخبل؟ شوفوا ايش مكتوب، من يضاهي حسنك وانت هالسنه اجمل خريجه. بنات انا الحمد لله والشكر تخرجت واخذت الماجستير بالهندسة المعماري، فهاي الورد اجتني من صديقتي الغالية ويا احبها من اقولها شكرا مرة ثانية. طبعا بنات مثل ما تعرفون هذا الموضوع هو جدا حساس، مو دائما واحد يحكي بيه او هاي، بس احنا هسه انا بنات بين بعض خلونا نكون صريحين ونحكي بهذا الشيء، لانه هواية امراض تصير، هواية ميكروبات تصير من وراء الاشياء، يعني من وراء الدورة الشهرية، من وراء هذول الانواع اللي مثلا اي مرأة تحب تلبسها بس على مود انه مثلا ما تتأثر بالدم، او مثلا نخاف انه من نطلع انه اقولكم اكو شيء شوفوا لي، او هاي كلكم طبعا تعرفون من صديقاتكم تقولوا لها انا راح امشي قدام تشوفي بالله اكو فد شيء اكو ما اعرف شنو. فكنا نكون شويه يعني عندنا تخوف من هذا الموضوع، بس الحمد لله سووا هسه اختراع جديد وهو الاندرويرز. خلي اشوفكم اياها. اني دا استخدم حاليا الاندرويرز بالوقت مات الدوره الشهريه من ماركة سفينكس. اوكي بنات، هي صايرة عن عبارة عن فتشي انه underwear كلش عادي. اوكي كلش كلش عادي يلبس بايام الدورة الشهرية،
هذا الشيء يمنعك انه تلبسين always او اي مواد ثانيه على مود يتوقف الدم. هذا هو من نبي يقدر يمتص الدم، يعني هذا بديل للالويز، بديل للتامبونز، بديل لهواية اشياء احنا نستخدمها كنا، وهي بها اصلا مواد كيميائية اذا جاية مثلا من البترول، جاية من مواد يعني كلش ممكن تأذي المناطق الحساسة. ولهذا بعض البنات بتشعر مراتها من بأذية كلش هواية من تجي الدورة الدورة الشهرية. بعض البنات كلش تتألم، وبعض البنات مثلا تعاني تكون بعدين من ميكروبات، تعاني من أمراض بالمناطق الحساسة. فهذولا حسب همينة ما قالت لي الطبيبة النسائية، هذول العوامل كلها همينة تأدي ليش احنا مثلا ممكن نتأذى او انه نعاني من وراء الالويز او التامبونكس او هيك الشيء اللي موجودة بالاسواق، لانه مو كلها تكون 100% بايو، انه مستخدمينها من اشياء طبيعية. فماركة سفينكس، اوكي، هي ماركة المانية 100% تصنع هاي الاشياء. طبعا انا قبل هاي مستخدمة هيك الشيء من غير ماركات، بس ما كان بالكواليتي الزين مثل هاي الماركة. طبعا موجودة هواية اشياء همينة بالدي ام والروسمان، بس هاي الماركة فتشي بداعة، يعني سهلت لي هواية اشياء، سهلت النومة بالليل، سهلت الطلعة، سهلت هواية اشياء. بس احب انبهكم، اذا بنات عجبكم تطلبون من هيك شيء، بنات اطلبوا حسب ما انتم مثلا الدورة الشهرية مالتكم تنزل. اذا مثلا الدورة الشهرية اول يومين عند بعض البنات تكون كلش كلش قوية، فتحتاجون تختارون، لانه هي بها اكثر من نوع، تختارون اللي الانرويرز اللي تكون مالتهم كلش كلش صانعيها للدورة اللي تكون كلش قوية، او مثل ما انا سويت انه اول يومين او اول يوم بالاحرى كنت احط مع ذلك always، بس على مود يعني اسهلها على نفسي، لان كنت شوية بالبداية خايفة. بعدين يوم الثالث ويوم الرابع صراحة كانت كلش بيرفكت، ما استخدمت بعد اي شيء ثاني، بس كنت استخدم هذا الاندروير. وادري يعني هواية بنات راح يقولون رنتي شلون تحكيني بهيجي موضوع وما اعرف شنو، بس صراحة هي هاي الطبيعة، وهذا شيء كلش طبيعي. وبالعكس انه هواية بنات يسألوني رند اريد اشياء للمناطق الحساسة، اكو بعض البنات تصير عندهم حكات، اكو بعض البنات تصير عندهم احمرار، اكو بعض البنات تصير فطريات. فممكن نبدي اوكي انه نستخدم هيجي اشياء، لان هاي همينة راح تساعدنا انه تقلل من الامراض، من البكتيريا، من المعرف شنو، لانه اكو هواية عوامل واحد يستخدمها الجسمه وما يدري من شنو مصنوعة، ما يدري شنو دا يحط بجسمه، او انه ممكن هذا الشيء انه كل شيء يؤذي الجسم، دا تفهمون علي. فلهذا اني اليوم خطيت هاي الخطوة اللي بالنسبة الي هم الصراحة شوية جريئة، بس قلت احنا هسه ب 2022 لازم نحكي بهذا الموضوع، واذا اكو بديل صحي واحسن وزين الجسم المرأة على مود لا يظل يعاني هذا الجسم الحلو اللي دي يجيب هالاطفال لهاي الدنيا، او دي يعني انه هي هاي الدورة الشهرية، فتشي همنا كل شيء تعبها للمرأة. اذا اكو فتشي بديل يساعدها انه بعد يخفف هالاوجاع، يخفف عن مثلا النيبن فوكونجن، انه الاشياء اللي تصير من بعد ما تنزل الدورة الشهرية او هاي، ليش واحد ما يحكي بيها؟ صح لو لا، ليش ما يحكي بيها؟ هذا شيء مو حرام. فلهذا انا قلت اليوم اشوفكم يا من ماركة سفينكس. طبعا ويا مالتي الكود تاخذون 10%، الكود مالتي اسمه غانات 10، تاخذون 10%، وموجود همين بصندوق الوصف صفحتهم، تقدرون تروحون تطبون تشوفون شنو الانواع اللي تناسبكم، تريدوها تكون مثلا عاليه الاندرويرز، تريدوها تكون شو اسمه على بس يعني على الخصر، انتم بكيفكم. وقلت مثل ما قلت لكم تقدرون تختارون همين بين انه الدوره الشهريه القويه او المعتدله، يعني نص نص، او اللي تكون
عادية يعني، لا تفهمون علي، أنا على مود أنا كلش أكون صريحة وياكم، لأنه خفت مثل ما قلت لكم أول يومين، لأنه أنا هم أنا من الناس اللي تكون كلش قوية عندي، كل شيء تأذيني أول أيام، فلهذا كنت أخاف. مع ذلك حطيت always زيادة، لأنه قلت مهما يكون، بس ثالث يوم ورابع يوم كل شيء عادي، ما حطيت أي شيء، كنت بس استخدم هذا الشيء وطلعت وكان كله تمام، كله مقغين بغش. فهسه اريد بس اشوفكم شلون انه هاي تقدرون تلبسوها وتطلعون بدون ما يصير وياكم فشي او تخافون من اي شيء، انه الدشته مالتها انه هي الحمايه هاي مالتها انه ما يطلع فشي لي برا. فتعالوا اشوفكم. سو بنات هنا انا اني بقى مثل ما تشوفون ماخذ الام، بس انا انصح واحد ياخذ اين غويسه يعني اكبر شويه من اللي عندكم احسن، لان عم تاخذون راحتكم همينه بيها. هسه حابه بس يعني اشوفكم ها. وبالنسبه لي وبالنسبه للي هسه يسالون اذا تنغسل اي، تنغسل على درجه حراره 35 الى 40 اكثر شيء، وتقدرون تغسلوش قد ما تريدون، وهاي تقدرون تكون تستعملوها الى مده 5 سنين اذا مو اكثر. اوكي هسه راح ادير بالي شويه لان ما اريد توقع منه ومنها، لان اريد اشوفكم انه شلون ما ينزل اي شيء من عندها. سو هسه راح نجي نشبل المي هذا هنا، شوفوا ناقة طبعا نوقع مي عادي، شوفوا هنا شلون راح يتجمع المي وراح يمتص شويه شويه، بعد امتصته يعني فشي رهيب جدا باعوا امتصته. وهسه راح ادير هنا، شوفوا ماكو اي شيء، ماكو اي شيء، يعني تقدرون تلبسوها وانتو يعني متاكدين 100%. ذيك الساعه حطيت هنا انا مي وقع صار شويه مي، بس هي باعوا هنا كل شيء ماكو، رهيبه. زو حبايبي هيك نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وهمينا استفاديتوا من كم معلومه جديده جوز تكون لبعض البنات، واستفاديتوا من هذا الاختراع الكلش حلو، اتمنى انتم همينا تجربوا على مود ترتاحون بعيدا عن always عن tampons عن اي شيء ثاني، اهم شيء الصحه واهم شيء العافيه، وغير هذا ماكو اهم من عنده. فلا تنسون كود الخصم 10% تاخذون باسمي 10، كتبوا غانات 10 هسه مكتب لكم ايانا انا جوا، دخلوا على صفحتهم شوفوا شنو عندهم، شوفوا شنو ما عندهم، واختاروا اللي يعجبكم، وهمين لكم حق ترجعون الغراض اذا ما عجبتكم او اذا شفتوا انه ما والمتكم. انا بالنسبه لي كلش والمتني، كلش حبيتها وما دا اقدر استغنى عنها. فمثل ما قلت لكم همين لا تنسون همين مكتوبهم ما عندهم جوا، لازم لازم يكون كلش مهم انه تختارون شنو هي نوعيه الدوره الشهريه مالتكم، اذا كانت كلش قويه معتدله او هيك شيء. وانا همين انصح اذا الدوره الدمويه، اذا الدوره الشهريه كانت كلش كلش قويه، انصح انه بالبدايه انه اول يوم او اول يومين على الاقل واحد يستخدم مع ذلك، انه اذا شهيت سالبه التامبونز مثلا او الالويز، اخاف واحد يكون بعده ما حاس 100% بالامان. بس انتم مثل ما شوفتكم اني شفتوا يعني راسا سحبتها للمي، وهذا الشيء كان يعني كلش حلو انه همينه ما طلع لي برا. فجربوا وشوفوا وان شاء الله تعجبكم. المهم اللي ما اشترك بالقناه اتمنى يشترك ويفعل الجرس، لا تنسوا لايكاتكم الجميله، كومنتاتكم اللي كلش احبها، ويا اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.